دعيني بس أعلق على جزء صغير ذكره المشارك من تل أبيب، أن من القدس، الولايات المتحدة من الأمريكية القدس بموافقة الوسطاء توصلوا إلى من تل أبيب أو المشارك من القدس، ما القدس. تفرقش، لكن هي تل أبيب. لا بتفرق، بتفرق. لا أنا مصر إنك أنت عاصمة إسرائيل. أنا هقول لك إن أنت من الإسكندرية، القدس مش عاصمة هقولها لك. فلسطين. طيب لا، القدس عاصمة دولة عاصمة إسرائيل. الدولة القدس، القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وستكون لا عاصمتها. ودعنا لا ندخل في هذا الجدل حتى لا نضيع وقت المشاهد في قضية تفضل جانبية. دكتور. الذي أريد أنت أن اللي أقوله دخلت في الموضوع، أن ما تم أنت الاتفاق اللي عليه، ابتديت الموضوع. ما تم طيب الاتفاق، أنت اللي ابتديت سيد الموضوع. شلومو لو يا سمحتي، شلومو لا تقاطعني هو لم حتى لا يقاطعك. أقاطعك، أنا تركت لك الفرصة كاملة، أنا لم أقاطعك يا شلومو. القصة قول الحقيقة، أنها أنا موجود في القدس، ما تشوهش الحقيقة. ما ذكره، طيب يا سيد شلومو، ما ليس ذكره هذا شلومو، موضوعنا، ودائما ما نتحدث في هذا الجدال، والعودة دائما إلى القرارات الأممية والمصطلحات الأممية.